عايزين محترفين كتير. انت تحت التيشيرت ده صوره ماما موجوده؟ ايوه. انت على طول كده في الصيف وفي الشتاء؟ صيف وشتاء لابسها؟ اه. ساعه اللعب ولا في اي وقت؟ في اي وقت. في اي وقت. اه. بتوحشك قوي. اه. لما بتجيب هدف بتبقى عايز تقول لها ايه؟ اقول لها يا ماما يعني انا بحقق حلمك اهو، ان شاء الله اكون قد المسؤوليه والوعد اللي انا وعدته لك ان شاء الله هحققه لك. يا حبيبي ده انت هتبقى لاعب عظيم وعندك اخلاق. بتصلي؟ اه بصلي، ما بسيبش فرض. ما بسيبش فرض. اه يعني وبروح كتاب عنه وبروح المقرأة كمان. اه ده ايه هل قبل ما تنزل انت بتسجد لما تجيب جون برضو حاجات كده زي اللعيبه؟ اه. وبتقرا قران قبل ما تلعب؟ بقول الرقيه الشرعيه. اللي هي ايه؟ يعني القران بيمنع الحسد، والقران يعني بقوله وانا حافظه، بقولها قبل ما انزل التمرين وانا بلعب التمرين الماتش. وانت بتلعب الماتش؟ اه. وامال بيقولوا لي انك دايما تقول وجعلنا من لا انا جبت الجون وجعلنا من بين يديه مسدا ومن خلفيه مسدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون، بعدها سجلت الهدف. مع ان انت كده بتقول سد قدامك وجعلنا من بين ايديهم مسدا ومن خلفيهم مسدا، يبقى تجيب الجون ازاي؟ يا رب. ده انت بتقفلها على الحارس يعني. ودايما بتجيب نتيجه معاك. انت هداف الفرقه؟ لسه يعني لسه الموسم اللي فات. الموسم اللي فات يعني تاني هداف. كنت جايب كام هدف؟ كنت جايب 7 و8. ليك اصدقاء في ناشئ الاهلي وكده؟ كلهم صحابي واخواتي وكل. والله؟ لما بتتقابلوا بتسلموا على بعض وبتاع؟ لعبتوا الاهلي؟ لعبنا الاهلي مره. ف جبت فيه جون ولا لا؟ ما كان الملعب كان ضيق شويه في دوري زد. كان ايه؟ الملعب ضيق شويه في الدوره. فاحنا كنا عاملين حسابنا ان احنا بنلعب 6 وجون، فاول ما رحنا اتفاجئنا ان احنا بنلعب 5 وجون. فيعني هم فازوا علينا 1-0، بس كلهم صحابي. بتمرن معاهم عادي. ما يكسبوك مره تكسبهم مره، دي كوره يعني انت بتستمتع بيها، هي ترفيه. وعينك على الاحتراف. بس ولازم تحقق لماما امنيتها ان شاء الله، ولازم نشوفك في ريال مدريد يا رب. فهندعي لك لانك موهوب ومحترم وفاكر اللي ربيتك، وهتفضل عايشه في وجدانك. بتكلم اخواتك عنها؟ يعني اخواتي بصراحه يعني ما بينسوهاش خالص، فكل واحده معاها تيشرت من ده. طيب لو قلت لك وجه رساله لبابا ورساله لماما على الهوا، تقول لي بابا ايه الاول؟ اقول له بابا التعب اللي انت يعني بتتعبه معايا مش هيروح كده سهل، لا ان شاء الله هحقق لك حلمك ان شاء الله. وبقول لماما يعني انت مش صوره على التيشيرت، لا انت صوره جوه القلب ما بتتمسح، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه واحقق حلمك ان شاء الله باذن الله.